البروستاتا هي عضو بحجم حبة الجوز تقع بين المثانة والقضيب لدى الرجال. يمر من وسط البروستاتا القناة البولية التي تسمى الإحليل. يفتح قناتان منويان أيضاً في الإحليل. الوظيفة الرئيسية للبروستاتا هي السماح بإخراج البول من المثانة وإخراج السائل المنوي من القضيب أثناء الجماع في تضخم البروستاتا الحميد المعروف أيضاً باسم تضخم البروستاتا الحميد BPH. تتوسع الأجزاء القريبة من المثانة من البروستاتا، مما يؤدي إلى ضغط الإحليل والتسبب في مشاكل في التبول. العلاج الأكثر شيوعاً لتضخم البروستاتا هو عملية جراحية تعرف باسم استئصال البروستاتا عبر الإحليل TURP. في هذه العملية يتم إدخال منظار داخلي عبر القضيب لإزالة الجزء الضاغط من البروستاتا على الإحليل. على الرغم من أن هذه الطريقة يمكن أن تحل مشاكل التبول في المراحل المبكرة، إلا أن لها آثاراً جانبية هامة. أكثر الآثار الجانبية شيوعاً هو القذف الرجوعي. في حالة القذف الرجوعي تتضرر القنوات المنوية والإحليل أثناء الجراحة، مما يمنع السائل المنوي من الخروج من القضيب أثناء القذف، وبدلاً من ذلك يتدفق إلى المثانة. تشمل الآثار الجانبية الأخرى للجراحة السلس البولي المؤقت أو الدائم والعجز الجنسي وتضيق الإحليل في المستقبل بسبب الصدمة. بسبب هذه الآثار الجانبية تبرز طرق تقليص نسيج البروستاتا عن طريق التسخين أو التجميد بدلاً من إزالته جراحياً بشكل صادم. من بين هذه الطرق، الطريقة الأكثر تفضيلاً في مراكزنا هي العلاج بالتجميد أو الاستئصال بالتبريد. في الاستئصال بالتبريد يتم إدخال إبر على جانبي الإحليل تحت التخدير الموضعي، ويتم تجميد النسيج البروستاتي المتضخم الذي يضغط على الإحليل عند درجة حرارة تتراوح بين 140 إلى 190 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تدميره. يقلص الجسم النسيج المتجمد بمرور الوقت كما يلتئم الجرح، مما يزيل الضغط على الإحليل، ويستطيع الشخص التبول بشكل طبيعي مرة أخرى. أثناء عملية التجميد لا يتضرر الإحليل أو القنوات المنوية أو المصرة، وبالتالي لا يحدث القذف الرجوعي أو السلس البولي. لا تتأثر الأعصاب المسؤولة عن الانتصاب، مما يمنع حدوث العجز الجنسي. يكون الضرر الناتج عن الصدمة للإحليل ضئيلاً، لذا لا يحدث تضييق الإحليل في المستقبل. وأخيراً، إذا كان هناك نسيج سرطاني غير مكتشف في المنطقة المجمدة، يتم علاجه أيضاً بالتجميد.